اهلا بيكم متابعين الكرام في حلقة جديدة، وموضوعنا النهاردة هيكون عن حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، واللي هيكونوا ضيوف في برنامج رامز جلال رامز جاب من الاخر، اللي بيتعرض في رمضان 2024. ولازم نكون عارفين ان الحلقة دي هتكون من اقوى الحلقات اللي تم عرضها في برنامج رامز جاب من الاخر، وده بسبب الخلافات الكبيرة جدا ما بين ريم طارق وحسن شاكوش، وده طبعا بسبب ان كل واحد منهم طلع على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وفضح التاني وقال حاجات ما ينفعش تتقال. وطبعا رامز جلال هيواجه حسن شاكوش وطليقته ريم طارق بالخلافات دي واللي هم قالوها على منصات التواصل الاجتماعي في البرنامج، وده اللي هيخلي مشاكل كتير تحصل ما بينهم وبين بعض في البرنامج. لكن السؤال الاهم، هل رامز جلال هيقدر يصالح ريم طارق على حسن شاكوش ولا لا؟ ظهرت ريم طارق قبل كده خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وقالت مفيش حاجة اتحلت والقضايا زي ما هي، احنا كنا بنبين للناس ان الموضوع خلص ولا اكتر ولا اقل، الاتفاق كله تم في التليفون مع الناس المحترمة اللي كانت هتحللنا الموضوع، هو ده استدرجني ان اعمل الفيديو مقابل يديني حاجتي، ومن الواضح كده ان مفيش حاجة هتخلص. انا ما قلتش انا اسفة لحد، انا قلت انت انسان كويس ومحترم انك وافقت تديني حاجتي، اعتبر الاتفاق اللي ما بيننا ما تمش، واحنا كده كده ما تنزلناش عن القضايا، وبما انك رجعت في اتفاقك فانا رجعت في اتفاقي، واعتبر ان مفيش صلح حصل طالما عجبك اللي حصل في الاعلام. انا قلت في الفيديو محترم انه اداني حاجتي، ومش محترم انه كان متجوزني، مفيش حاجة اتحلت واعتبره انه مفيش حاجة اتحلت ولا هتتحل، القضايا لسه شغالة ما خلصتش، اي حاجة قلتها في برنامج او اي مكان عندي دليل بيها انا ما كذبتش. ده غير ان ريم طارق هجمت طليقها حسن شاكوش وقالت له كل ما هتفكر تستفزني كل ما هتضطرني ان اعمل حاجة، لو سمحت ما ترجعش في كلامك لان في الاخر انت اللي هتزعل مش انا، انت ضحكت عليا وخلتني اعمل الفيديو مقابل اخد حاجتي، فاحنا حاولنا نصلح مفيش صلح، واعتبر ان كل كلمة اتقالت خلصت وانا رجعت في اتفاقي. وختمت كلامها ريم طارق لاني مش ارجل منك والفيديو هيتمسح ولا كاني عملت حاجة، والحمد لله اني خدت الحاجة اللي كانت في البيت. انت مش عايز الموضوع يخلص، انا ما عنديش مشكلة انه ما يخلصش عادي، انا ما خدتش حقوق مادية، لسه القضايا ما تنزلناش عنها، هو حب ان السوشيال ميديا تهدى فنزل الفيديو بتاعي. ودي كانت ابرز التصريحات والخناقات اللي بيواجه بيها رامز جلال في برنامج رامز جاب من الاخر حسن شاكوش وطليقته ريم طارق. اما بقى عن الاجر اللي تقاضاه حسن شاكوش في الحلقة دي، فهو تقاضى 800,000 جنيه مصري. لحد هنا نبقى وصلنا لحلقتنا النهاردة، وبكده نشوف اقوى حلقة ممكن نشوفها في برنامج رامز جاب من الاخر مع رامز جلال، وهي حلقة حسن شاكوش وطليقته ريم طارق. لو وصلت معايا لحد نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتشرفنا باشتراكك في القناة.